قلنا كم عصر موجود في مصر؟ 5. برافو شباب، برافو. شكلكم كده كلكم عايزين تكسبوا الشاشه. ابعدوا بس عن بعض، هنحاول نبعد عن بعض على قد ما نقدر. تمام؟ احنا دلوقتي عندنا 5 عصور زي ما قلنا، الفرعوني، اليوناني والروماني، فوق هنشوف البيزنطي والاسلامي والحديث. العصر الفرعوني او العصر الحضاره المصريه القديمه دي اقدم العصور اللي طبعا في مصر بشكل. خلاص؟ احنا كلنا خدنا في الدراسات ان احنا عندنا الحضاره المصريه القديمه بشكل اساسي انقسمت لثلاث فترات: الدوله القديمه، الدوله الوسطى، الدوله الحديثه. طب كان في ايه قبل كده؟ كان في قبل كده محاولات لتوحيد مصر اللي هي مملكه الشمال ومملكه الجنوب، عارفين الدرس ده؟ مملكه الشمال ومملكه الجنوب، محاولات كتير جدا عشان مصر تتوحد. اول محاوله